تكلمني عن مشاركتكم في المعرض السنة دي. والله السنة دي تاني مرة نشارك فيها في المعرض. منتجاتنا كلها ميد ان ايجيبت، لانها كلها في مصنعنا، بتعمل في مصنعنا في العاشر من رمضان بكواليتي ممتازة جدا، زائد كمان الاسعار نقدر نتحكم فيها لانها طبعا لا استيراد ولا تصدير، فاحنا بالنسبة لنا الاسعار بتاعتنا افضل بكتير بكواليتي عالية، فده عاجب الناس. يمكن حتى الكميات خلصت معنا من بديل الجلاد. طب عايز اعرف الاسعار في المعرض غير مختلفة عن الاسعار بره ولا نفس الاسعار؟ لا طبعا الاسعار في المعرض مختلفة تماما، لان في خصومات بتوصل ل 30% كمان في المعرض. يعني احنا حتى لو قيمة البيع بتاعتنا ديت بره غير جوه خالص، احنا تقريبا 25% او 30% كمان خصم. اعلى كشكول عندنا اللي هو 35 جنيه، ده بيبقى 100 صفحة، ده سلك كمان. الإقبال كان تاريخ النهاردة على البديل الجلاد، اللي هو الدبوس بديل الجلاد، بدل ما الناس تقعد تجلد وتحط تيكت والكلام دوت، لا هو معمول بديل جلاد وموجود كمان مكان للتيكت بتاعه. كلمني عن الإقبال في أول يوم للمعرض. لا هو الإقبال النهاردة كبير جدا، يعني أفضل كمان من السنة اللي فاتت. يعني السنة اللي فاتت كان الموضوع غير كده خالص، بالعكس ده الناس واقفة من الساعة 10، احنا المفروض دخولنا من الساعة 10 للعاملين، لا هو الناس موجودة من الساعة 10. عايزك تكلمني عن مشاركتكم في المعرض السنة دي. واحنا دي السنة التامنة لينا هنا، احنا شركة الأندلسية. طبعا احنا الإقبال يعني جميل قوي. شايف الإقبال عامل ازاي في أول يوم افتتاح للمعرض؟ لا هو كتير قوي، والأهالي أكتر بكتير، والناس اللي جاية من غير أولادها والناس اللي جاية بأولادها طبعا، كل ده شراء وبيع. كلمني عن منتجاتكم اللي بتطرحوها دلوقتي السنة دي في معرض أهلا بالمدارس. احنا شركة ورق، كل الكراريس دي من ده مصنع الأندلسية. تمام، احنا أسعارها كام دي على حسب عدد الورق فيها. الدستة 30 فيها 20، الدستة بالظبط الدستة 40 فيها 15 وكده، فبننزل الدستة بقى 100 فيها 5، الدستة 100 ب60. انا الكشكول كلها على حسب الاحجام وعلى حسب يعني عدد الورق، يعني دي مثلا 40 30، في هنا الكبار ب100 ب120 وكده. وكمان احنا في المعرض عاملين كمان اوفر 10%. كلمني عن مشاركتكم في المعرض السنه دي. المشاركه كانت كويسه جدا، ما كانش في مشاكل، بس لا تاني مرة نشارك فيها، شاركنا السنة اللي فاتت وبرضك ربنا وفقنا ونشارك. إقبال المواطنين السنة دي ازاي في المعرض؟ أحسن من السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت ما كانش فيه دعاية كافية للموضوع، فكان العدد قليل للزوار اللي جم، لكن السنة دي الحمد لله كان الزوار أكتر وساعدونا. كلمني عن الأسعار في عندكم، يعني أسعار لبس المدارس وكده مختلفة عن بره ولا زي بره بالظبط؟ احنا اقل من بره شويه، لان احنا من المصنع نفسه، حاجه طالعه من المصنع فبتيجي على هنا على طول، فبنقدر احنا نتحكم في سعرها. هنا احنا بنبقى حاسبين التكلفه ومش بنحط المبلغ نفس اللي بيحطه بره، لان بره بيحطوا حساب المكسب بتاعهم غير الايجار والمكان كل دوت، لكن احنا التخفيضات من 15% ل 30% وبتزيد عن كده احيانا حسب المنتج. اقبال كتير وبيجوا، بس فترات وفترات. التيشيرتات الصغير بيبقى من 75 والكبير 95، القماش بتبقى عامله من 65 لحد 110 حسب الخامه، الجيبات بتبدا من 130 لحد 170، الجواكت الشتوي من 135. عايزك تكلمني عن مشاركتكم في المعرض السنه دي. هو صدقيني احنا جايبين كل التشكيله بتاعت الشنط السنه دي بكل المستويات، جايبين الاعدادي والابتدائي والثانوي، وجايبين اشكال كتيره وجايبين احجام. وان الاسعار هنا متوسطه متفاوته بين كل الاسعار الحنينه اللي تبقى في متناول كل الناس. في شنطه بتبدا من 125 جنيه وممكن شنطه من 50 جنيه، وتبع اللانش باج او لانش بوكس او زمزميه، في حاجات كتيره وكل المستويات موجوده، والشنط احجامها كبيره، تنفع لرحلات، تنفع نوادي، تنفع مدارس، تنفع للابتوب، وتنفع لأطفال بأشكالها ب3D ومجسمات. وفي شنط الترولي موجودة. كلمني عن إقبال المواطنين أول يوم للمعرض. حضرتك أنت شايفها النهاردة أول يوم، وشايفين الدنيا كلها زحمة والمواطنين كلها مبسوطة وبتشتري وتتعايش فيها، تشكيلة الشنط، تشكيلة المقالم، تشكيلة الأقلام، تشكيلة اللانش بوكس أو اللانش باج أو الزمزميات، والناس كلها واقفة ومبسوطة وفرحانة بالمعرض دوت.